رئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد استمرار توجيه الضربات تجاه الأهداف الإيرانية في سوريا. وكوخافي يؤكد التزام الجيش بقرار الحكومة أثناء مراسم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي. الأحمد يؤكد نية الرئيس الفلسطيني زيارة سوريا قريبا. وعباس يترأس قمة 77 والتي تضم الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. بعد العاهل الأردني الذي التقى صالح في بغداد، وزير الخارجية الفرنسي يستمر في لقاءاته في العراق، وظريف يتوجه إلى أربيل ويلتقي مسعود برزاني. وفي أعقاب المساعي الأممية لإنهاء الأزمة في اليمن، الأردن تبدي استعدادها لاستضافة مشاورات تطبيق اتفاقية تبادل الأسرى بين الأطراف المتنازعة. وبريطانيا أمام تصويت مصيري بشأن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومي قد تواجه هزيمة تاريخية. وفي الرياضة، أستراليا تنضم إلى ركب المتأهلين إلى الدور القادم رفقة الأردن، والمنتخب الفلسطيني يبقي على حظوظه في التأهل كأفضل ثالث في المجموعة. أهلا بكم مشاهدي الكرام في النشرة المركزية من أخبار الساعة. وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة صارمة إلى إيران مطالبا إياها بسحب قواتها من سوريا بسرعة. وذكر نتنياهو أثناء مراسم تنصيب رئيس هيئة الأركان العامة الجديد للجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مخاطبا إيران بأن إسرائيل لا توقف هجماتها عليها في سوريا. يأتي هذا بعد يومين وأكثر من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قيام سلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ العديد من الضربات الجوية لأهداف إيرانية في سوريا. خلال هذه السنوات الأربع واجهنا سوية تحديات جمة، فمع أن الساحات تختلف في غزة وسوريا ولبنان وغيرها من الأماكن، إلا أننا نواجه جهة واحدة رئيسية وهي إيران وذيولها الإرهابية. وقد عملنا بمسؤولية ورزانة على إحباط تعاظم الذين يلتمسون القضاء علينا، الأمر الذي قمنا به من خلال التصدي للاتفاقية النووية مع إيران وتجديد العقوبات المفروضة عليها. هذا وجاءت كلمة نتنياهو في أعقاب مراسم تنصيب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد أفيف كوخافي، والذي أكد التزام الجيش الإسرائيلي بقرارات الحكومة الإسرائيلية. مع استلامي قيادة الجيش ألتزم بوضع جهدي بتوجه نقدي من أجل تقوية حائط الدفاع وملائمته للتحديات الراهنة والمستقبلية، وفي صلبها زيادة القدرة على المس بالعدو وتجهيز جيش قاتل مرن ومتطور يحافظ على الغرض منه وخصوصيته. وينضم إلينا في الاستوديو السيد أوليفيا رافوفيتش، ضابط سابق في غرفة عمليات الجيش الإسرائيلي. سيد أوليفيا مرحبا بك معنا. أبدأ معك، في أي الظروف يتسلم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد أفيف كوخافي مهام منصبه من نواحي أمنية بالتحديد؟ هذا هو السؤال الأهم. هو يستلم جيش قوي جدا، قادر جدا، جيش يعالج جبهتين أساسيتين، الجبهة الجنوبية حماس والجبهة الشمالية حماس، ولكن بالإضافة إلى حماس هناك سوريا التي تصحو من الحرب الداخلية وإيران. كوخافي يمتلك الخبرة الكبيرة، الحرب ضد الإرهاب وتعزيز عمل الوحدات الخاصة. هو قام بذلك حينما كان رئيس الاستخبارات العسكرية. هو رجل مع رؤية، رجل يمزج الحرب ضد الإرهاب من خلال رؤية استراتيجية وكذلك القدرة على الوقوف أمام التحديات التي ستتطلب منه أن يستمر بقيادة الجيش الإسرائيلي لعمل خلف الحدود. نعم سيد أوليفيا، تقارير إسرائيلية عديدة تحدثت عن مدى جهوزية الجيش الإسرائيلي. هناك من قال بأن الجيش جاهز لأي جبهة وأي حرب، وهناك من قال بأنه يوجد نوع من عدم الجهوزية في الجيش الإسرائيلي. برأيك أي الأولويات ستكون على رأس مهام أفيف كوخافي؟ هل سيتحدث عن تطوير جهوزية الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالجبهات العديدة؟ جهوزية الجيش الإسرائيلي هي هوية الجيش الإسرائيلي، هي هدف الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي لا يستهدف مهاجمة الأعداء بلا سبب، ولكن هذا الجيش عليه أن يكون جاهزا في أي لحظة للوقوف أمام تهديدات، ومن ضمنها تهديدات غير متوقعة من أجل حماية دولة إسرائيل. الجهوزية هي جزء من هدف
جيش وقائد الأركان. إذا كانت هناك بعض الإشكاليات ونقاط الضعف، أنا أعتقد أنه كأي رئيس أركان سيعالج هذه القضايا بشكل كبير. الجبهات تتغير، لذلك في كل الوقت الجيش أيضا يتغير. أحد الأمور الملحوظة فيما يتعلق بالجيش الإسرائيلي هو أنه على عكس الجيوش الأوروبية لا يوجد هناك ثبات في التفكير. الجيش هنا يتعلم، يستخلص العبر، يسمع الانتقادات ومستعد للتطور والتقدم. نعم. أخيرا سيد أوليفييه، أفيف كوخافي تحدث في مراسم تنصيبه بأن الجيش الإسرائيلي ملتزم بقرارات الحكومة الإسرائيلية والمدى السياسي والمستوى السياسي في إسرائيل. للجمهور الذي لا يعرف صلاحيات ومهام هذا الرئيس، ماذا يملك رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي من صلاحيات فيما يتعلق بقرارات الحرب والسلم، خصوصا وأن الرئيس الأسبق أو السابق جاد أيزنكوت تحدث بشكل واضح عندما كان هناك تصعيد في قطاع غزة بأنه هو شخصيا منع تصعيد كان كبيرا في القطاع لأنه شارك في مرات عديدة في حروبات وأصيب أيضا في الجبهات العديدة. أنا بشكل شخصي كما تعلم لم أشارك في هذه النقاشات، ولكن لا شك أن قائد أركان هو ليس فقط شخص يقوم بتقديم التوصية، ولكنه يعطي أيضا الإجابات حينما يتخبط ويتردد المستوى السياسي. نحن نفهم أن أيزنكوت كقائد أركان لم يكن يؤيد عملية برية في قطاع غزة، أو على الأقل هو لم يفضل الوصول إلى مثل هذا الوضع، لأن من وجهة نظره الأمر لم يكن على مستوى من الخطورة يتطلب هذا النوع من العملية البرية. فرضية العملية البرية قائمة وموجودة، ولكن الحديث هنا عن قائد أركان قاد الجيش بهدف منع التصعيد، تصعيد اعتبره أيزنكوت غير مبرر. هذا يمكن أن يتناقض في الكثير من الأحيان مع مواقف المستوى السياسي، رأينا ذلك في حالة ليبرمان حينما تم رفض موقفه مما أدى إلى استقالته من الحكومة، والأمر الذي انتهى بإجراء الانتخابات المبكرة في إسرائيل. تأثير قائد الأركان في إسرائيل هي تتعدى الجيش، ولكن القانون يحتم على أن المستوى السياسي هو الذي يقرر القرارات السياسية والجيش عليه التنفيذ. الضابط السابق في غرفة عمليات الجيش الإسرائيلي السيد أوليفييه رافوفيتش، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. ومن الشؤون الإسرائيلية إلى الفلسطينية، حيث اعتصم آلاف الفلسطينيين أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي. واحتشد الآلاف أمام مقر مؤسسة الضمان في البيرة لإعلاء الصوت عاليا لإلغاء القانون. استمرارا لمسلسل الاحتجاجات الذي يسيطر على معظم مدن الضفة الغربية احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، خرج الآلاف من الفلسطينيين في مظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة رام الله متجهة نحو مؤسسة الضمان الاجتماعي. يأتي ذلك كخطوة احتجاجية على دخول القانون حيز التنفيذ وسط مطالبات بإلغائه باعتباره قانونا يسلب حقوق الفلسطينيين ولا يجب فرضه على شعب تحت الاحتلال، كما أكد القائمون على الحراك ضد القانون. ونشارك مع الاعتصام ضد قانون الضمان الاجتماعي اللي هو الجار بحق الموظفين في القطاع الخاص، اللي هو بده يسلب أموالنا اللي إحنا يعني صراحة بنتعب. أنا جاي هون أعتصم على مؤسسة الضمان أو على قانون الضمان الاجتماعي، بما أنه هو قانون مجحف بحق الموظفين، فإحنا كنا موظفين. وتزامنا مع ذلك عم الإضراب الشامل كافة المرافق التجارية في محافظة رام الله والبيرة، كما وأغلقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية كافة الطرق المؤدية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث يتواجد المتظاهرون والذين يطالبون أيضا بعدم إقرار القانون من الأصل، فضلا عن مطالبتهم بإقالة رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ووزير العمل مأمون أبو شهلة، حيث هتف المتظاهرون هتافات ضد القانون بشكل خاص وضد الحكومة الفلسطينية بشكل عام.
لأن الإضراب هو وسيلة لتحقيق هدف معين. وطبعا يجب أن على الأقل الحكومة أن تكون عاقلة وتستمع لهذا الجمهور العريض. يعني هذا جمهور بالآلاف كل مرة بيطلع، فالمفروض تستمع لهذول الناس على الأقل. وكثير ما يحاولون أن يسوقوا أنفسهم أنهم يفاوضون وسيعدلون، و16 بند و17 بند، الحراك خارج دائرة المفاوضات. وكان الرئيس محمود عباس قد صادق على قانون الضمان الاجتماعي عام 2016 بعد أن تمت إحالته من قبل الحكومة الفلسطينية. احتجاجا على قانون الضمان الاجتماعي، ها هم الآلاف من الفلسطينيين يخرجون في مسيرات تجوب شوارع مدينة رام الله. فهل بالفعل ستنجح هذه الفعاليات في إلغاء هذا القانون أو حتى التعديل على بنوده؟ من مدينة رام الله، عبد الرحمن الكحلة، I24 News. ومن الضمان الاجتماعي إلى شأن سياسي آخر، تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة مجموعة 77 لعام 2019 خلال حفل أقيم في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويتيح ترأس فلسطين بالمجموعة المشاركة في دورات الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية المنعقدة تحت رعايتها أو في الأمم المتحدة، بما في ذلك الحق في الإدلاء ببيانات وتقديم المقترحات. يذكر أن المجموعة تضم 134 دولة من بينها الصين، وشكلت عام 1964 من قبل 77 دولة في مؤتمر جنيف للتجارة والتنمية لحماية المصالح المشتركة لدولها الأعضاء في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وحول ذلك انضم إلينا من مدينة رام الله دكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية. دكتور مصطفى، أرحب بك معنا. في البداية، كيف يمكن قراءة أهمية تسلم فلسطين رئاسة هذه المجموعة التي تضم 134 دولة من بينها الصين؟ هذه خطوة مهمة سياسيا ومعنويا، وهي ترسل رسالة لإسرائيل وللولايات المتحدة بأن الفلسطينيين والقضية الفلسطينية ما زالت تحظى بإجماع وتأييد الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي. وطبعا أن تترأس فلسطين وهي ما زالت دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة هذه المجموعة الهامة التي تضم أكثر من 134 دولة بما فيها دولة عظمى كالصين، هذا مؤشر هام على أن كل دول العالم تريد أن ترى دولة فلسطينية مستقلة حقيقية وثابتة وقائمة، على عكس ما تعمل عليه إسرائيل والولايات المتحدة. نعم، وما مدى أهمية هذا على مستوى المحافل الدولية دكتور مصطفى؟ ورأينا أن المحافل الدولية في نهاية المطاف لم تثمر فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كبير، على الرغم من وجود قرارات عديدة حتى على مستوى مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة. لها أهمية كبرى لأننا نرى النضال بصورته الواسعة. النضال يجري على الأرض هنا عبر المقاومة الشعبية الفلسطينية، النضال يجري على المستوى الدولي عبر حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل، والنضال يجري أيضا على المستوى الدبلوماسي والسياسي الدولي في الأمم المتحدة وفي محافل أخرى. نحن نتحدث عن عملية تراكم وتراكم للنقاط لصالح القضية الفلسطينية. نحن نعرف أننا لن نغير ميزان القوة مع إسرائيل بالضربة القاضية، ولكن بمراكمة النقاط، وهذا أمر مهم جدا، خصوصا إذا ما أدركت السلطة الفلسطينية وقيادة منظمة التحرير أنه لم يعد لنا خيار سوى تبني استراتيجية وطنية بديلة لما فشل. نعم. استراتيجية لا تراهن على المفاوضات بل على تغيير ميزان القوى بالكفاح والنضال في كل الأصعدة وعلى كل الأصعدة وفي كل المجالات. نعم دكتور مصطفى البرغوثي، ستبقى معي في شأن آخر. أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور سوريا قريبا. وقال الأحمد لصحيفة الوطن السورية أن زيارة الرئيس الفلسطيني واردة في أي وقت وستكون قريبة، معتبرا أن سوريا تتعافى وخياراتها لا تزال واضحة وبوصلتها لا تزال تتجه صوب فلسطين على حد قوله. ورأى الأحمد أن تلفزيون فلسطين سيكون صوت فلسطين في سوريا وصوت سوريا في فلسطين، وذلك في إشارة إلى إعادة فتح مقر هيئة الإذاعة الفلسطينية في دمشق. من جديد نرحب بالدكتور مصطفى. دكتور مصطفى، فيما يتعلق بهذه القضية، بالأمس كان إعادة افتتاح لمقر هيئة العامة للإذاعة والتلفزة الفلسطينية، واليوم عزام الأحمد يتحدث عن إمكانية زيارة قريبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في سوريا في إطار عودة العلاقات العربية مع سوريا. هذا شيء طبيعي، من الواضح أن كل الهجمات الإرهابية التي نفذت في سوريا قد فشلت، ومن الواضح أن محاولات الإدارة الأمريكية فرض نظام
تديره هي أو تتحكم به قد فشلت أيضا. ومن الواضح ثالثا أن محاولات تقسيم سوريا قد فشلت، بالتالي هذا نوع من الاعتراف بأن الهجمة على سوريا فشلت في تحقيق ما تحققته في ليبيا وفي بلدان أخرى. وبالتالي الآن الإطار العربي العام يفتح أبوابه لعودة النظام السوري إليه. الجامعة العربية قررت أن تدعو الرئيس الأسد إلى مؤتمر القمة، وهناك عدد من الدول بما فيها من ساهموا في دعم الثورة ضد النظام كالإمارات العربية وغيرها قررت أن تفتتح سفاراتها في سوريا، وبالتالي من الشيء الطبيعي أن تكون العلاقات الفلسطينية السورية طبيعية. طب دكتور مصطفى، كيف سينعكس ذلك على المستوى السياسي الفلسطيني فيما يتعلق بهذه النقطة؟ أنا برأيي هذا سيعزز الوضع الفلسطيني، خاصة في ضد محاولات التطبيع الجارية من قبل إسرائيل مع عدد من الدول العربية. يعني هذا سيقوي الجبهة المعارضة للتطبيع، وسيقوي الجبهة المعارضة لصفقة القرن التي تخطط لتصفية القضية الفلسطينية. نعم، دكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، كنت معنا عبر خدمة سكايب من مدينة رام الله، شكرا جزيلا لك. وصل المبعوث الجديد للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون إلى دمشق في أول زيارة له منذ تعيينه في منصبه خلفا للموفد الدولي السابق ستيفان دي مستورا. وبيدرسون الذي تسلم مهماته في السابع من كانون الثاني يناير هو دبلوماسي مخضرم، وهو المبعوث الأممي الرابع إلى سوريا منذ اندلاع الحرب عام 2011. وكانت الحكومة السورية قد استقبلت وصول بيدرسون بتأكيد استعدادها التعاون معه من أجل إنجاح مهمته. يسرني جدا أن أكون في دمشق، آمل أن تكون لدينا محادثات جوهرية ومثمرة للغاية، وأتطلع للتحدث معك أكثر بعد مناقشاتي. كل الخير. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه ينظر لمسألة إقامة منطقة آمنة بعمق 20 ميلا في سوريا بإيجابية، مضيفا أنه من الممكن توسيعها. كان أردوغان قال في وقت سابق إنه ناقش مسألة منطقة آمنة تقيمها تركيا في سوريا خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي تصريحات للصحفيين في البرلمان قال أردوغان أيضا إنه سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 23 من يناير كانون الثاني. في أعقاب المحادثة الهاتفية التي جرت بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه أمام البرلمان أن بلاده ستشرع في إقامة منطقة عازلة شمالية سوريا تفصل القوات الكردية، والتي لطالما اعتبرها أردوغان تهديدا عن الحدود التركية. ناقشنا قضية المناطق العازلة بما يشمل المنطقة الآمنة بمحاذاة الحدود التركية والتي سننشئها نحن، قضية أبرزتها منذ عهد أوباما الذي تحدث عن منطقة طولها 20 ميلا وهو ما يزيد عن 30 كيلومترا. يأتي هذا في الوقت الذي يزحف فيه الجيش التركي والمسلحون الموالون له تجاه حدود منبج معقل قوات سوريا الديمقراطية ذات الغالبية الكردية. واشنطن وفي أعقاب انسحابها من سوريا أكدت أنها لن تسمح بمس القوات التي تحالفت معها سابقا لدحر داعش. ترامب قال في تغريدته الأخيرة إنه سينهك تركيا اقتصاديا إن هاجمت الأكراد، وذلك قبل مكالمته مع أردوغان. يذكر أن الجيش السوري لبى نداءات الاستغاثة القادمة من شرق الفرات، ودفع خلال الفترة الماضية بتعزيزاته جهة منبج وسط تخوفات من اندلاع اشتباك بين القوات السورية والمسلحين الموالين لتركيا إن لم يتم التوصل لتفاهم دبلوماسي. ومن سوريا إلى العراق، حيث وصل وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريا إلى مدينة النجف جنوب بغداد في زيارة هي الأولى لوزير خارجية فرنسي للمدينة. التقى خلالها آية الله محمد سعيد الحكيم أحد المراجع الشيعية الأربعة. واختتم لودريان في النجف زيارة استغرقت يومين بدأها الاثنين في بغداد لتأكيد دعم بلاده للعراق في مواجهة التهديدات المتواصلة لتنظيم الدولة الإسلامية. هذا والتقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني بعد أن وصل إلى أقليم كردستان صباح اليوم. وحول ذلك انضم إلينا من أربيل السيد سامي الإيكاني المحلل السياسي العراقي. سيد سامي أرحب بك معنا، أبدأ معك، كيف يمكن قراءة ما يجري اليوم في العراق؟ تحركات عديدة على المستوى العربي، كان هناك زيارة للأهل الأردني بالأمس، واليوم وزير الخارجية الإيراني أيضا وصل، ووزير خارجية فرنسا كان في زيارة أخرى أيضا تستمر حتى هذا اليوم. نعم، يبدو أن التحركات الأخيرة خاصة أزدادت
هذه الزيارات بعد الإعلان الأول لأمريكا بانسحابها من سوريا وتركيزها على العراق في المرحلة القادمة، وأيضا كانت هناك خطوط تشير إلى أن الأوضاع بدأت تتموضع حول وضع آخر لسياسات سواء الاقتصادية أو نوع التحالفات في المنطقة. أربكت هذه التحالفات التي كانت سابقا هي وصلت إلى مرحلة ربما نستطيع كانت هناك تكتلات متباينة تتصارع على مستقبل المنطقة، ولكن الانسحاب الأمريكي وإعلان الانسحاب الأمريكي في تلك المرحلة أربكت هذه الأوضاع. النقطة المهم والأساسية في الزيارة حول الزيارات الأخيرة للعراق هي باعتقادي أن إصرار الأمريكي بمحاولة الاهتمام حول مستقبل العراق والتدخل، وهناك تدخلات حتى استخباراتية بأن هناك جيوش غربية بريطانية وأمريكية دخلت إلى المنطقة، وهناك تحذيرات للجانب الإيراني وخاصة الحشد الشيعي، وأيضا هناك تموضع للقوات التحالف في المنطقة السنية لأنها سوف تبدأ بمرحلة أخرى بإعادة تأهيل المنطقة السنية لتتلاوم وتتوازى مع بقية القوى الكردية وكذلك الشيعية في المنطقة. فأن باعتقادي الخطوة الأمريكية وإصرارها للدخول في المنطقة فتحت الآفاق لأن تدخل أطراف لكي تحافظ على مصالحها، سواء خاصة الجانب الاقتصادي بناء الإعمار أو إعادة إعمار العراق سوف تبدأ في المرحلة القادمة، وأيضا هناك تشجيع من الجانب الأمريكي لتدخل القوات الحليفة وأنها مستعدة لتساعدهم لكي يكون لهم أيضا باع في الاستفادة من الوضع الحالي، ولكن بشرط أن يدخل مع أمريكا لإعادة الواقع السياسي والواقع الأمني في المنطقة حسب الرؤية الأمريكية. طيب سيد سامي، كيف يمكن أن تتعامل العراق مع كل هذه المسائل وكل هذه التدخلات الإقليمية فيها، خصوصا وأن الجميع يسعى إلى مواجهة إيران فيما يتعلق بهذه القضية، وعلى المستوى الآخر إيران، وشاهدنا أيضا لقاءات عديدة وزيارات من قبل وزير النفط الإيراني إلى العراق وأيضا وزير الخارجية محمد جواد ظريف، كيف يمكن أن تتعامل العراق مع هذه الازدواجية لربما أو هذه التجاذبات السياسية في العراق؟ هذه النقطة المهمة الذي أردت أن أذكرها. النقطة الثانية هي متعلقة بالتعامل الأخير أو نية أمريكا للتعامل مع إيران. ما التعامل مع إيران بأي طريقة كان فأنها سوف تعيد المنطقة أو سوف تربك الأوضاع سواء على الجانب الأمني أو مستوى العلاقات في المنطقة، لأن الرؤية البعيدة لأمريكا أو القريبة غير واضحة لحد الآن بأن كيف ستتعامل مع إيران، ما هي الخطوة، ما هو الشكل، ما هو المدى، الأبعاد. لذلك فباعتقادي هناك خطوات وتحشدات على جميع الأطراف سواء على المستوى السياسي، كل الأطراف دخلت على الساحة العراقية لكي تأخذ احتياطها بما سوف تؤول إليه الخطوة الأمريكية القادمة في تعاملها مع إيران، لأن انسحاب أو الضغط على إيران سوف تؤثر على الاستراتيجيات الاقتصادية وأيضا التكتلات والتحالفات في المنطقة. فباعتقادي هناك مخاوف إيرانية بالدرجة الأولى، وأيضا مخاوف حتى الروسية والتركية حول كيف سوف تتعامل أمريكا مع الوضع والوضع، وما هي السيناريوهات وما هي التوافقات الغربية ورؤيتهم المخالفة للرؤية الروسية وكذلك التحالفات المثلث التركي الإيراني الروسي السابق، ما الذي سيؤثر على تلك التحالفات التي كانت لهم جولات وجولات للاتفاق حول المنطقة، وكذلك هناك تدخل أو هناك إشارة لتدخل قوي عربي سوف تدخل، لا أحد يدري مع من ستتعامل، سوف تكون أمام من؟ أمام إيران؟ أمام تركيا؟ أو هي سوف تتصارع مع البقية للاستحواذ على موقع استراتيجي في المنطقة والاستحواذ على الملافع الاقتصادية في المنطقة. لذلك الذهاب إلى القوات التي لها باع قوي على الساحة العراقية خاصة الشيعة وكذلك الأكراد بأنهم المحور المركزي لتغيير الواقع سواء على المستوى الاقتصادي أو الأمني أو مستوى السياسي المستقبلي لمستقبل العراق. فباعتقادي كلها
عدد الأطراف للنقطة الأولى لكي تكون قريبة بما نعم يحدث الفكرة. في الساحة العراقية. السيد سامر كاني المحلل السياسي العراقي، أعتذر عن ضيق الوقت، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر خدمة سكايب من مدينة أربيل. مشاهدي الكرام تشاهدون بعد الفاصل. في عقاب المساعي الأممية لإنهاء الأزمة في اليمن، الأردن تبدي استعدادها لاستضافة مشاورات تطبيق اتفاقية تبادل الأسرى بين الأطراف المتنازعة. وبريطانيا أمام تصويت مصري بشأن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي، ورئيسة الوزراء قد تواجه هزيمة تاريخية. وفي الرياضة، أستراليا تنضم إلى ركب المتأهلين إلى الدور القادم رفقة الأردن، والمنتخب الفلسطيني يبقي على حظوظه في التأهل كأفضل ثالث في المجموعة.